خلونا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير عن ختام بطولة منطقة القاهرة للسكواش واللي شارك فيها أبطال اللعبة على مستوى القاهرة. ده كان في أجواء متنافسية قوية جدا ولقاءات كمان أجرتها كاميرا صباح الخير يا مصر الزميلة جيرمين إبراهيم. تعالوا نتابع مع بعض. احتفالية بنادي الزهور اختتمت بطولة منطقة القاهرة للإسكواش فعاليتها، واللي بتعتبر تاني أكبر بطولة بعد بطولة الجمهورية، وده بحضور أبطال اللعبة على مستوى المحافظة. والله احنا عندنا موسم مليء بالبطولات. المناطق عندنا منطقة الجيزة، منطقة بورسعيد، منطقة القاهرة، دي بطولة منطقة القاهرة بتعتبر من أكبر المناطق، وبيجي لها اكبر عدد ممكن من اللاعبين. يعني مثلا في تقريبا بين 1500 ل 1600 لاعب ناشئ، بنات واولاد، فبتبقى بطوله زحمه زي ما انت شايفه، وفيها ماتشات كتير، فيها يعني منافسه شرسه جدا، وبس الحمد لله بتبقى تطلع نتائج كويسه ان شاء الله. دارج عموما ان بطولات المناطق هي تاني اقوى بطولات في الموسم بعد بطوله الجمهوريه، تيجي رقم واحد فيهم بطولة المنطقة. الحمد لله احنا تاني موسم على التوالي بنبقى أكبر عدد اشتراك لعيبة من بداية الموسم لحد آخر. السنة اللي فاتت عملنا 1423 برواد، السنة دي 1427 بمراحل الرواد. بتيجي أهمية بطولة المنطقة لأن البوينتس ساعتها اللي اللعيب بيحصل عليها هي أكتر من البطولات الأخرى زي الأندية وما شابه، فاللعيبة بتبقى كلها متحمسة للاشتراك فيها عشان يحصل على بوينتس أعلى فيها بمجرد اشتراك. لحد الأدوار اللي بيوصل ليها لحد إن شاء الله الفاينلز يعني بيحصل على بوينتس أعلى بتساعده إن تحسين الرانك بتاعه في الاتحاد. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، احنا حاولنا السنة دي إن احنا بما إن حضرتك بتقولي فرصة للمشاركة، ففعلا اللعيبة كلها بتبقى عايزة تشارك فيها، فاحنا سهلنا أو حاولنا نسهل على قد ما نقدر ترتيبات التجهيزات اللي حوالين اللعيب، من جودة ملاعب، من عربية إسعاف، من دكاترة علاج طبيعي وإصابات ملاعب، حتى كان في لعيبة بيتعمل لهم سيشنز ريكفري ومساج بين الماتشات. فبتيجي من هنا أهمية بطولة منطقة القاهرة. احنا دايما بنهتم إن احنا بنبقى متواجدين في كل البطولات الرياضية، واحنا مش أول مرة نبقى متواجدين في البطولة. احنا اول حاجه فكرنا فيها طبعا لازم يبقى فيه عربيه اسعاف، عربيه الاسعاف تبقى يعني جاهزه للحالات الطوارئ وتبقى متواجده طول فتره البطوله. تاني حاجه احنا برضو عملنا يوم 1 مارس هيبقى ان شاء الله في فرع مدينه نصر، هيبقى فيه كشوفات مجانيه لكل المتواجدين في البطوله. طبعا دي بطوله من البطولات المهمه جدا، بطولات المنطقه بيبقى عندنا في يعني منها عدد قليل جدا، طبعا بتديله ثقه كبيره لان فيها كل اللعيبه الكبار اللي في سنه لازم دايما بيلعبوها، يبقوا مشاركين فيها بكل تركيز، فبيديله ثقه ان هو لما من كل فتره لفتره بيعمل اداء كويس ونتيجه كويسه بيتفوق عليهم، بتديله ثقه ودفعه حلوه بحيث ان هو يبقى اقرب لمشروع ان هو والحلم ان هو من سنه صغير. يعني مروان دلوقتي لسه ما تمش ال 16 سنه، فيبقى كويس جدا لو هو في سنه يبقى من اصغر الاولاد اللي هيشاركوا ان شاء الله، يعني خطوة حلوة ان هو يشارك يحاول يعني ان شاء الله السنة دي في بطولة العالم. مصطفى الحمد لله في سن صغير وصل نمرة واحدة على العالم في سن اصغر سن على مستوى التاريخ كله بعد الاخوان خان اللي هم كانوا مسيطرين على العالم طبعا من 30 سنة. فالموضوع ده عشان تحققيه لازم عايز تركيز وعايز حد باستمرار وعايز فريق عمل كامل، مش مجرد واحد شخص واحد، لا في مدرب فيتنس، في مدرب التغذية، في مدرب بتاع السكواش، في مدرب للأحمال كمان يديكي امتى وتاكلي ايه وتشربي ايه وتلعبي النهارده امتى وتريحي امتى، عندك بطولة تنزلي امتى تطلعي امتى. موضوع كبير قوي، موضوع مش سهل، وعشان تحققيه وتعملي برنامج وتنفذيه الموضوع ده بياخد وقت كتير جدا. كنت مستعد للبطولة دي عشان بصراحة كان نفسي البطولة دي عشان اوصل رقم واحد في مصر، وكنت دلوقتي مستعد على بطولة الجمهورية يا رب اخدها، بس عشان عايز بس النادي يبقى فخور بيا وبابايا وانت يكونوا فخورين بيا ومدربيني. بطولة مهمة جدا عشان برضو رانك النقط بتاعتها عالية، وبرضو ناس مش جامدين يعني انا اللي بلعب معاهم دول، يعني ناس كويسين بيعرفوا يلعبوا، والحمد لله اني كسبت البطولة. استعدنا طبعا تبقى تمارين قاسيه جدا من بعد المدرسه لحد اخر اليوم، يعني تمارين فيتنس وسكواش وكده، وطبعا البطوله دي مهمه جدا عشان دي منطقه القاهره ونقطها كويسه جدا،
وصراحة بطولة جميلة قوي يعني. البطولة دي بنحتك بالناس يعني باللاعبين اللي احنا من واحنا صغيرين مع بعض، لكن كل واحد بنشوف مين يتطور كذا وكذا، وصراحة يعني كلنا ان شاء الله عملنا حاجات كويسة جدا ويعني الحمد لله. هي طبعا بطولة مهمة لان هي نقاطها عالية، فكنت طبعا ملتزمة في التمرين قبل البطولة، كنت بحاول يعني انام كويس واتمرن كويس يعني ومركزة في التمرين. طبعا البطولة كان يعني في مستويات مختلفة، والاغلبية في الماتشات الاخيرة دي بتبقى جامدة يعني، فكان محتاج مني ان انا اكون مركزة عشان اقدر اكسب. طبعا بطولة منطقة يعني بطولة على اعلى مستوى، يعني الواحد بيتحضر لها قبلها مثلا يعني بشهر، لازم بتركز على البطولة دي ان هي بطولة نقاطها عالية وممكن بتحافظ على الرانك بتاعك، وان شاء الله عندنا بطولة الجمهورية بعد كده فان شاء الله خير. بتمرن كويس قبل البطولة وبنام كويس وباكل كويس عشان اعرف اجهز واعمل اسخن كويس عشان ما يجيليش اصابة. انا كنت جاهز جدا للبطولة، كنت الصراحة يعني مستعد ان اخد اول، بس الحمد لله يعني تالت مش وحش، وكنت بتمرن جامد وعامل اكل صحي وكل حاجة. بطولات مختلفة بيتم تنظيمها لرياضة الاسكواش بهدف اعداد ابطال قادرين انهم يمثلوا مستقبل مصر ويحافظوا على الصدارة في منصات التتويج. جيرمين ابراهيم، صباح الخير يا مصر.